اشتغلت مع الأستاذ وسام المدني المخرج طبعاً، اشتغلت مع بيت الشدة. فعايزة أقول لك إن أنا مجرد بس ما رفع علي سماعة التليفون بصراحة قلتله موافقة من قبل ما أقرأ. أولاً لأن أنا بثق فيه جداً، ثانياً لأن هو مخرج حقيقي من أهم المخرجين اللي موجودين دلوقتي. يكفي إن هو بيحب الممثل جداً وبيحب التمثيل جداً وبيهتم بكل التفاصيل، زائد إنه عنده حس كوميدي بقى، دي حاجة على جنب لوحدها، فدي تخلي أي حد كوميديان يبقى ماسك فيه بإيديه وسنانه زي ما بيقولوا يعني. الورق بقى لما يكون معاك مجموعة صحفيين وناس مهمة وناس مؤلفين محترمين زي ورشة حروف، وطبعا مجموعة مع بعض، لما يتجمعوا كده ويكتبوا بيقولوا ايه بومبوناية، بيكتبوا حاجة كده حتة جوهرة مليانة كوميديا فيها فكر جديد فيها طاقة جديدة لكل الممثلين، كل واحد مختلف حقيقي حقيقي، كل واحد فينا مختلف رغم ان الشخصيات معروفة، اللي مثلا علمة الخطبة المشا اتعملت كتير، بس انها تتعمل في اطار زي الاطار الكوميدي اللي احنا فيه وفي 15 حلقة بس، وان كل حلقة بتتميز عن التانية بالكوميديا وبالحبكة الدرامية. لا الموضوع كبير على فكرة، كبير 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 كبير. انا مباهج، عارف العوالم القدام قوي دول اللي هم ما بيكبروش، اللي هو بس اقولك شخصية يعني، طبعا مع الفارق انا يعني، بس انا كمها كست انا بحب جدا ان ما فيش ست تقول انا كبرت، ما فيش ست بتكبر. انا شايفة ان الستات كل ما تكبر كل ما بتنضج كل ما بتصغر. تسألني ازاي بقى، اقول لك دي حاجة بتاعت ربنا، اللي هنا بقى اللي جوه بيطلع على الوش، النفسية، عارف في شوية تفاصيل كده. الستات ما بتكبرش ابدا، فاذا مباهج العلمة اللي انا بعمل شخصيتها هي مقتنعة ان هي ولا بيروح عليها ابدا ولا بتكبر ابدا، وهي طول الوقت طاقة ايجابية في المسلسل. طبعا انا مش عايز احرق، وفي افيه طبعا في مباهج بس انا مش هقوله بصراحة، بس الناس هتشوفه بيبان من الحركة. قعدت مع أستاذ وسام وقعد يشرح لي الحكاية، حقيقي ما فهمتش، فهمتش المسلسل بيتكلم عن إيه. أولاً هو حبه يبقى بشكل كرتوني، وكلنا كده كل واحد ليه كاركتر معين. ممكن مثلاً مباهج دي تتاخد تتعمل عروسة، عارف العرايس اللي بتتباع دي، ممكن عدلات اللي هي الأستاذة هالة فاخر طبعاً أستاذتنا كلنا أستاذة الكوميديا طبعا، ممكن تتاخد تتعمل بيها عروسة كل كاركتر في المسلسل، وهو قاصد ده. حتى على مستوى الملابس احنا ما بنتغيرش، لبسنا واحد في الخمستاشر حلقة، مكياجنا واحد، نفس الستايل ما بيتغيرش. فهو ليه دماغ، عشان كده احنا ما فهمناهوش. لكن بعد ما ابتدينا ندخل اللوكيشن ويعني حقيقي كنا مسلمين نفسنا، ابتدينا نشتغل، لا الراجل ده ايه الدماغ دي، ايه ده؟